أهلا زملائي من داخل الاستوديو، برنامج ناسما زاكروس. اليوم متواجدة عدسة قناة زاكروس الفضائية في قلب العاصمة بغداد، تحديدا على أرض المسرح الوطني لحضور الفيلم المسرات والأوجاع كل بنيان مرصوص. أتمنى لكم الموفقية وشكرا لحضوركم، والله الموفق. اليوم شهد المسرح الوطني حضورا مميزا جماهيريا كثيفا من أجل مشاهدة الفيلم العراقي الكبير الذي انتظر أكثر من 12 سنة، المسرات والأوجاع، وهو فيلم يمثل مجموعة من القامات المهمة والشاخصة في الثقافة العراقية. هو عن رواية فؤاد التكري المسرات والأوجاع، رؤية وإخراج محمد شكري جميل المخرج العراقي الكبير الذي رسخ في الذاكرة الجمعية. والمفارقة أن هذا الفيلم هو من مخرجات بغداد عاصمة الثقافة العربية، لكن الظروف التي ألمت بالعراق آنذاك أسهمت في تأجيل إنجازه وعرضه. باشر مخرج الفيلم بأعماله في سنة 2012 واستمر إلى 2014، ولكن بعد ذلك جاءت أحداث داعش وعصابات داعش واحتلال الموصل وغرب العراق، ثم بعد خروج داعش وبعد التحولات شهد العراق تحولات في الميزانية، إيقاف الصرف إلى آخره. المهم أن جملة ظروف معينة أسهمت في تعطيل إكمال وإنجاز هذا الفيلم. اليوم وبعد 12 عام يأتي الفيلم بهذه الحلة التي شاهدناها اليوم منجزا عراقيا فنيا، وأعتقد أن اسم محمد شكري جميل اسم شاخص في الذاكرة الجمعية. أنا سعيدة بعد هذا الانتظار الطويل، بعد 10 سنوات يلا طلقوا سراح لهذا الفيلم. واللي عانينا أثناء التصوير كثير من الأشياء اللي عانيناها، الحمد لله يعني هو أوجاع ومسرات. كل ما نشوف مسرات تجينا أوجاع، وهذا هو هاي حياتنا احنا العراقيين، كل هاي المسيرة اللي عشناها احنا الكبار. وان شاء الله يا ربي، ان شاء الله ندعو الى الاستقرار والامن في بلادنا وتخف هاي الاوجاع من العراقيين. العمل يعني عرض الان وبحضور جماهيري مفرح، وبحضور نخبة من السينمائيين ويعني الفنانين العراقيين، وانا سعيد انه الفيلم يعرض، على الاقل انه يعني نشاهد تجربتنا مع المخرج الكبير محمد شكري جميل، ونشاهد تجربتنا بفيلم عن روايه كبيره وعظيمه لاستاذنا الراحل فؤاد التكرلي، روايه الاوجاع والمسرات. نتمنى الفيلم انه يعني يطلع عليه الجمهور ويشوف الجمهور، حتى بالتالي يستطيع ان يكون فكره عن هذا العمل اللي هو سياسي اجتماعي ويتناول مراحل سياسية مهمة من تاريخ العراق عبر شخصيات اجتماعية تتأثر بهذا الواقع السياسي. الرواية ضخمة وكبيرة ومدهشة، والفيلم استطاع أن يعني لا أقول يعني غطى كل أحداث الرواية، ولكنه تناول شيء مهم من أحداث الرواية. يبقى هو تجربة سينمائية عراقية يقف وراءها مخرج كبير وعتيد هو أستاذنا محمد شكري جميل. الفيلم طبعا لأستاذ كبير كمخرج وحتى الأستاذ المؤلف، لكن كان الفيلم ببعض الهفوات اللي يعني أثرت بشكل عام على الفيلم إخراجيا وتمثيل وحتى في الموسيقى وحتى في التقنيات الأخرى، حتى المكياج حتى كانت مو موفقة في رأيي، ما وصلت إلى حد أنه يكون أنه هذا الفيلم نستبشر بخير كفاتحة للأفلام العراقية واللي تقدم لنا خطوة إلى الأمام. لكن يبقى أنه هو لأستاذ كبير مخرج كبير، فنتمنى أنه يكون الجمهور اللي شافه بعين مو نفس اللي أنا شفته بيه ومو نفس اللي أنا أحكي منه. لكن هم أرجع وأقول
هو المخرج أستاذ كبير وإلى خبراته وإلى تجاربه وإلى تاريخه. كنا عندنا مسرات وأوجاع، يعني هو هذا الفيلم بأرشفة لتاريخ العراق من بعد الملكية وحتى أخذ ما قبل الملكية في بصور أرشيفية، طلعنا تاريخ العراق والحكومات العراقية والسياسات وما أثرت هذه السياسات على المواطن العراقي في مختلف الشرائح، وجعل هذا المواطن يدخل في